طيب انا عشان في سؤالين يعني انا ايه متبلغه بيهم شخصيا، يعني عيني اتنين ستات لطاف جدا عيني قابلوني، وواحده قالت لي انا من ساعه ما ورثت من جوزي من والدي، ورثت من والدي حرب شعواء من جوزي ومن حمايه، ان لازم ورثي يأديه لجوزي. بناء على ايه؟ هو كده لا لا يجوز شرع. الست فلوسك هتعملي بص بفلوسك بص دي يا ايه؟ فندم، ورثك لجوزك يعني بتعملي بورثك ده ايه؟ فبتقول لي يعني من ساعة اما حياتي اتحولت جحيم من ساعة اما ورثت، بص يا فندم، عن وحماها متدخل في الموضوع بكده وماله بعين يعني اللي هو غليظة. كده، هو يعني ايه تحتفظي بالفلوس لنفسك، فلوسك لجوزك، تدي الورث لجوزك علشان ده كله لعيالكو وكله طب لحياتكو، انت تعملي منفعله ليه كده؟ بفلوسك ايه لوحدك؟ ما منفعله ليه كده كده؟ علشان هي بتحكي لي كده، يعني حاجه تقول ايوه يعني عشان في حاجه، عشان هو محتاج، قالت لي لا مش محتاج، عشان هو مزنوق مثلا في الفلوس اه فانتي معاكي، فبدل ما يستلف من بره يستلف، قالت لي لا خالص نعم. هو معاه ومعاهم وكده، بس طالما انا خدت فلوس الفلوس تروح بص لجوزي. يا فندم، الكلام مش من عندي ولا من عند اي بشر، الكلام من القرآن والسنة. القرآن جعل والإسلام جعل للمرأة، خدوا بالكم، جعل مين؟ ركزي يا دعاء، ليه؟ للمرأة للمرأة سواء زوجة أو أم أو أخت أو عمة أو خالة ذمة مالية خاصة، لها حصالة خاصة، لها حساب بنكي خاص، هي حرة فيه. القرآن عندنا جاب أكتر من دليل. الدليل الأول، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني برضا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، لو هم تنزلوا عن حاجة فكلوه هنيئا مريئا، طب لو ما تنزلوش يبقى مال حرام. طب في أثناء بقى الانفصال أو الطلاق ربنا يقول إيه؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هتطلق واحدة وتجيب التانية، وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا يعني بلغة العصر مليارديرة، يعني سيدة أعمال ناجحة، وآتيتم إحداهن إيه؟ قنطارة، خير يا رب، فلا تأخذوا منه شيئا. طب لو خدت منها غصب عنها، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ايه ده؟ كل واحد، ده شوف واضح، القرآن ده واضحة وقاطعة. الموضوع. بص يا فندم، الست لو هي مليارديرة، اسمها بيقولوا مالتي مليارديرة ولا لا؟ بهتانا واثما مبينا. مبينة، الموضوع منتهي. خدي بالك بقى، المرأة لو مالت، بيقولوا مالت ولا بيقولوا مش عارفش، مالتي. ملياردير ماشي، ما اعرفش انطقيها بقى انت حضرتك. طب وبعدين لو هي مليارديرة، بقول اهو، واجب على جوزها ان ينفق عليها او على ابوها على ابيها او على اخيها، وهي فلوس تحط او توضع معززة مكرمة، هي حرة التصرف فيها. لكن لو ساعدت جوزها وساعدت اهل جوزها تكرما منها، خير وبركة. طب ما ساعدتهمش، خلاص يا حر.